لا تناقش إنسانا بحتمية التعددية فأنت مناقش بديهية، حينما تختصم إنسانا بأنه يعني يقصد آخر وكذا وكذا فأنت تضيع عمرك فيما في أشياء قتلها العالم منذ زمن أو يجب أن تكون مقتولة منذ زمن طويل لأنها تخضع للبديهيات والمنطقة. فإذا هذه المغالطات في عنوان الكتاب مقصودة واستفزت الكثيرين، وربما هي كانت السبب في كثير من العناء، لأن حتى المتطرف رفض العنوان، يعني الأصدقاء المثقفين في مصر والشارع الثقافي رفض العنوان، قال حوار مع صديقي المتطرف، المتطرف صديقي فقط منعه، يا ضيعة يا ضيعة الشعراء. فإذا رفضه، رفض هذا العنوان المثقف ورفضه المتطرف أيضا، فلم يقبل هذا العنوان أحد، لأن المتطرف أيضا ربما يرفض أن يكون صديقا فقط منعود أو صديقا لأي أحد من هذه المنصة أو هذه القاعة. كيف أكتب؟ السؤال الأخير، كيف المرأة تكتب دون أن تلاحق بالقضايا؟ طبعا القضية الشهيرة التي يعرفها الجميع، ويعرف أظن أن ذكاء الجميع يعني دعاهم لأن يفكروا أنها مش هي القضية، يعني مش موضوع بوست عن عيد الأضحى والخروف وكذا هي القضية، ولكنها كانت ربما لونا من الريفنج أو الانتقام لمهمل الكتابات، 25 كتاب كلهم مع بعض أو الأفكار أو المواقف إلى آخره، لأن الذي رفع لي علي القضية لاحقني بهذه القضية خائبة كما أسميها دائما يخطئ في كتابة لفظ الدلالة، يعني يكتب الله بالتاء مربوطة. فإذا أن يكتب إنسان الله بالتاء مربوطة مش خطأ على فكرة، هو في كل بوستات ومحامي يعني متواضع يكتب الله بالتاء مربوطة، إذا علاقته، إذا يعني هذا دليل على أن علاقته بالكتاب بالمصحف أيضا أصلا علاقة هشة، كيف يبني أنا بال وأيضا يعني لم يعرف سرا، دعني أقولها لأنني ربما ممنوع أن أنا أقول هذا الكلام في مقالات، هذه الجملة اللي حاولتها دلوقتي قلتها في الهواء على الهواء كثير عشان أصدم بها الناس، حتى القاضي الذي اداني 3 سنين سجن وهو قاضي إخواني معروف مستشار محمد مطلق لا أخطأ في القراءة، في القراءة يعني هذا اللي رفع عليه قضية يكتب ما بيعرفش يكتب، ولا اداني 3 سنين ما بيعرفش يقرا لانه اخطا في القراءه عشان ما بقاش باخد تهمه الزراء قضاء، يعني كتبت ورغم ان الكابوس القدسي قد مر بسلام على الرجل الصالح واله، الاله يعني اله، اله محمد، آل عمران، آل يعني اهل. وطبعا انا معروف اني بكتب التشكيل مقالات مشكله والبوستات بتاعت مشكله، فأنا كان يعني إله يعني أنا تخطئ في الذات الإلهية، كانت كارثة مروعة يعني أن يخطئ قاضي في قراءة كلمة إلى آخره. وبعدها طبعا خلاص هذه القضية انتهت وأخذت 6 شهور مع التنفيذ، لأن القاضي اللي بعده شاف هذه أسباب أحسية الحكم. اللي عايز أقوله أن نحن نلاحق بالقضايا، ولكن المثقف ليس له بديل غير التنوير، التنوير ليس اقتراحا وليست رفاهية وليست يعني خيارا من بين خيارات، التنوير في مجتمعنا في مصر لأنها هي بلاد التي أحمل همها يعني قضية مصير، قضية حياة وحتم وجود من العيب يعني أن يأتي علينا حين من الظهر تكون مصر التي كانت والتي يليق بها أن تكون مشعارا تنويريا كذا، يعني تاريخ مصر معروف للجميع، من العيب أن يأتي عليها مثل هذه الأوقات التي نعيد اختراع العائلة ونتكلم من جديد عن حرية الفكر ونتكلم من جديد عن المرأة وكيف ما هي حقوقها وما هي حقوقها في هذا التوقيت، من العيب هذه الأمور
هذا الكتاب حوار مع صديق المتطرف، كلام عن عائشة الأفغانية بترت أنفها لأنها رفضت الصيام وكذا وسافرت إلى بلاد أخرى. مستدفعات سنعود للدين وخبيرة كيف مسألة الحوار في ذاتها. سننطلق مما انتهيت إليه. صحيح التطرف الفكري لا يقل خطورة عن كل أشكال الإرهاب الأخرى. صحيح أيضا أن الإرهاب هو متصل بما يمكن أن نسميه بأمنية جديدة، يعني هؤلاء الذين ينكفرون والذين يقتلون ويذبحون في الواقع هم بملأ حتى عن فهم النصوص الدينية. صحيح. هم في الواقع في قطيع حتى مع الموروث الديني. والمهم بالنسبة لي هي هذه الإيديولوجيا القتالية التي يتبنونها. أريد أن أتحول إلى الدكتورة ليليا وهي التي كتبت كتابا حول الشباب السجان التونسيين السودان التيروريست. في الواقع إن أردت أن أقدم توصيفا لهذا الكتاب أقول إنه كتاب شيق وموجع في آن واحد. كتاب توثقين في قسمه الأول مدار سؤال على القسم الأول من الكتاب لي في الواقع هو من منظورك أنت، منظور الطبيبة، المرأة أيضا، المواطنة التونسية، توثقين للأحداث التي حدثت منذ 2011 إلى اليوم، وتذكرين تفاصيل عديدة هي موشومة في ذاكرة التونسية، حادثة العلم في كلية الآداب المنوبة، حادثة العبديتية، حادثة السفارة الأمريكية، التغيرات التي طالت هيئات الناس، اللباس الأفغاني، تسفير الشباب، الأسلمة، الدعاء، الخيام الدعوية وغير ذلك. تقولين لم تكن في يوم من الأيام هوية المجتمع التونسي ونمط حياته قد تعرض للتهديد مثل ما كان عليه الأمر خلال سنوات التونسية. سؤال، أنت قدمت سردية في الواقع أو لنقل حكاية للثورة التونسية أو لتاريخ الإرهاب في البلاد التونسية، كيف قرأت الطبيبة هذه السياقات الاجتماعية والسياسية والدينية المتصلة بالإرهاب؟ وكيف ربطت هذه المحاضن ببعضها البعض؟ الواقع سنرجع فيما بعد الحديث عن الشهادات.